ما الذي تخافه الحكومة من كاميرات الإعلاميين وهي التي جاءت محمولة على شعار الحرية والسلام والعدالة؟ والله الأمر المسلم أستاذ طاهر إن هي تخشى دائما من تبعات الحرية والسلام والعدالة، لأن هذه الحكومة الأمر المتج بالنسبة لي إن الحكومة التي جاءت على صهوة جواد الحرية والسلام والعدالة تخشى من الحرية والسلام والعدالة. فوجئت هذه الحكومة أولا بأنه عندما جلست على كرسي السلطة لم تكن تتخيل إنه كرسي السلطة تحت يغلي نقد صحفي، لم تكن تتحمل ولم تكن تتوقع أبدا كل مكونات الحكومة الحالية لم تكن تتوقع مطلقا أنه لهذا الكرسي لهذا المنصب لهذه الحرية والعدالة تبعات تتعلق بأنه الإعلام لديه أيضا سقف من التوقعات، الإعلامي لديهم آراء لديهم مواقف لديهم انتقادات واضحة جدا جدا لديهم مواقف مستقلة. فوجئت الحكومة وفوجئت تحديدا الأحزاب المكونة لها بأنها كانت تعتقد أنه الزخم الثوري الذي أوصل إلى كرسي السلطة سيستمر. فوجئت بأن هناك رأي آخر، رأي آخر يقول لا، رأي آخر يوضح السلبيات، رأي آخر يوضح رأي آخر لتيارات كثيرة جدا جدا تريد أن تقول بالرأي. المفاجئ في هذه القضية أنه الصحفيين الذين كانت تعتقد هذه المجموعة الحاكمة أنهم أيضا يمكن أن يطبلوا لها انقلبوا عليها، وهنا أصبحت القضية غير محتملة. المفاجئ بالنسبة لي أنا شخصيا أنه عدد كبير جدا جدا من الإخوة الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا يظنون أن الواقع في الحريات الصحفية سيكون أفضل مما كان عليه فترة الإنقاذ، فوجئوا بأنه فترة الإنقاذ كانت تامة. لماذا؟ لأنها كانت تتيح للرأي الآخر أن يتحدث في القنوات الفضائية، تتيح أن يكتب في الصحف الموجودة تجرى معه الحوارات. الذي حدث الآن أنه هذه الحكومة مجرد أن جاءت بتوجيهات واضحة جدا جدا من مكتب وزير الإعلام ومكتب وكيل وزارة الإعلام تحديدا، منعت كل وغابت الفضائيات عن الصحفية نهار اليوم تماما. الشيء المؤسف، وأنا أقول هذا الكلام أستاذ طاهر بالصوت العالي، أنا هنا حدث هنالك إرهاب واضح جدا جدا للإخوة مدراء مكاتب بالقنوات الفضائية في الخرطوم. هذه قضية واحدة، هنالك إرهاب ناعم ضد هذه المجموعات، تم منعهم من متابعة التغطيات باحترافية، تم منعهم وتحذيرهم بصورة واضحة جدا جدا أن لا يحضروا أي شخصيات أخرى ممكن تكون لديها أصوات معارض الحكومة الحالية. هذا الذي حدث، والفضائيات السودانية كذلك، وهذه طبعا تضحت يدهم، تم تغييب كل الأسماء التي كانت تقول برأيها. هذه قضية كبيرة جدا جدا، هذا الذي حدث، نحن فوجئنا بهذه القضية. طيب